الصور اللي توضع الآن بالإنستغرام، تويتر، فيسبوك، كل هذه الأشياء هذه، بعض الناس يضع صور نساء وبعض النساء تضع صورهن، بعض النساء تضع صورتها، وأحيانا أنا يتسول لي أحيانا واتساب حاطة صورتها المرأة، لا يجوز، لا يجوز صورتها سواء كانت يعني مكشوفة الشعر أو مغطية للشعر، لا يجوز النساء يضعن صورهن هكذا، ولا الرجال يضعون صور النساء. يعني تساهل الناس بهذا، المرأة تفتن، يعني لا تكون أنت سببا لفتنة غيرك ولا المرأة تكون سبب فتنة غيرها. فعلى النساء أن يتقين الله تبارك وتعالى، الرجال كذلك أن يتقوا الله تبارك وتعالى في هذه القضية.